على حلاوة وجمال الشطات دي اللي بنتمنى ان هي تتكرر مع النادي الاهلي في كل المنافسات وفي كل البطولات باذن الرحمن، اكيد بصفة خاصة كاس العالم للاندية. الفقرة دي هنتكلم فيها مع حضراتكم يعني في حوار كروي بحت، هنتكلم فيه عن كاس العالم للاندية، وهنتكلم فيه بطبيعة الحال عن جوائز الكاف والكرة العالمية كمان، والمصريين المحترفين في الخارج واللي عاملين شغل ممتاز في الفترة الأخيرة، كل واحد فيهم على حدة في الدوري الأوروبي اللي هو بيلعب فيه. كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا أستاذ كريم، صباح الخير يا أستاذ نواند، ودايما بكون سعيد وأنا موجود مع حضرتكم. أهلا بيك مسيو نادر. وخلينا نبدأ، الملف الأبرز حاليا هو أكيد كأس العالم للأندية والنادي الأهلي والمشاركة والمباراة الافتتاحية هتمشي إزاي، وفي نفس الوقت مين المرشح الأكبر إن هو يعني يبدأ مع النادي الأهلي. خلينا نبدأ من هنا، يعني الكلام كله بيروح إن اتحاد جدة أكيد فرصه أكبر بكتير، ناس تانية وقلة بتقول لك لا اتحاد جدة مش اتحاد جدة اللي إحنا نعرفه تماما، عنده مشاكل كتيرة، عنده إصابات وغيابات بتؤثر عليه، حتى لو أنت كنت بتتكلم في كذا اسم طبعا كبير، لكن ده مش دليل او انديكيشن ان ممكن يفوز بسهوله على اوكلاند سيتي. خلينا نبدا من هنا. طبعا بالنسبه لبطوله كاس العالم للانديه انا شايفها هتبقى بطوله صعبه جدا على كل الفرق، يعني خمس فرق من السبع المشاركين عندهم اسلحه وانياب قادرين على تهديد الخصوم بها. الاتحاد جده السعودي اعتقد هو الاقرب في المباراه الافتتاحيه النهارده ان شاء الله الساعه 8 قدام اوكلاند سيتي، هو القادر على الفوز، ولكن انا شايف ان الاتحاد السعودي عنده مشاكل خاصه في الجوانب الدفاعيه. النادي الاهلي طبعا قادر بشكل جيد يشتغل عليها، اعتقد فرصه النادي الاهلي يعني ممكن يوصل للمباراه النهائيه فرصته في وجهه نظري فرصه جيده، ولكن متوقفه على حاله لعيبه النادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي في البطوله دي يظهر بشكل مختلف. طبعا النادي الاهلي الفتره الاخيره بيقدم اداء متذبذب سواء في بطوله الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن نتمنى ينزل ويظهر بشكل مختلف في هذه البطوله ويبقى عنده دوافع مختلفه. اعتقد حسين الشحات وبيرسي تاو لو شغالين بشكل جيد، فريق اتحاد جده السعودي عنده مشاكل في الجوانب الدفاعيه، يعني الاظهره عنده سواء زكريا هوساوي او حسين كادش عندهم مشاكل، ما عندهمش القدرات الدفاعيه بالشكل الامثل. طبعا النقطه المميزه عندهم في اتحاد جده السعودي الخط الامامي كريم بنزيما وصلاح العمري وعبد الرازق حمد الله، فلازم طبعا مدافعين النادي الاهلي يبقى عاملين عليهم رقابه بشكل جيد. عشان كده وانت بتقولي الموضوع معتمد على حاله لعيبه النادي الاهلي، صرحت انا قلت لا ولاعيبه نادي الاتحاد كمان، اتحاد جده يعني على حسب وضعهم في المباراه دي هيكون عامل ازاي. بس الـ يعني كتير من الناس شايفين ان اتحاد جده في الفتره الاخيره في بيعاني من شيء من التعثرات انجاز التعبير، لكن هل اللي حاصل مع اتحاد جده ممكن ياثر على الزخم اللي عنده من اللعيبه ولا سيما المحترفين منهم؟ يعني انا اعتقد انا شايف مستوى الاتحاد يعني شبيه شويه لحاله النادي الاهلي، يعني هو لعب 8 لقاء 16 لقاء في الدوري السعودي، فاز في 8 وخسر في 4 وتعادل في 4، فبرضه النتائج مش في احسن حال. كمان راح نوني سانتو وجي مارسيلو جياردو لسه محتاج وقت عشان يختار التكتيك المناسب اللي يساعد لاعبته بشكل جيد، فلسه محتاج وقت عشان يستكشف اللاعبين. فانا شايف برضه الاتحاد هيكون لو لعب النادي الاهلي هيبقى برضه لقاء صعب جدا، واعتقد هيبقى برضه عنده الدافع مختلف عن الدوري السعودي. طبعا شفنا اللقاء الاخير خسر من دمك في الدوري وقدم اداء غير جيد برضه، مفاجاه غير متوقعه، ولكن الشيء طبعا النادي الاهلي يعني المره التاسعه على التوالي، المره التاسعه في تاريخه والرابعه على التوالي، اعتقد الجيل ده بقى عنده الخبرات الكافيه اللي هو يقدر يتعامل مع البطوله دي. فانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله يعني قادر على عبور اتحاد جده، ولكن هيلاعب بعد كده بطل ليبرتادوريس فريق فلومينزي البرازيلي، برضه ده فريق مش بالسهل، عنده لعيبه مميزه جدا معاهم المدرب فرناندو دينيز، خد بطوله ليبرتادوريز، ابرز عناصر الفريق عندهم فابيو حارس المرمى يعني 43 سنه، ولكن طول مشوار بطوله ليبرتادوريز صد 40 تصدي وده رقم كبير جدا. عنده طبعا لاعب كينو لاعب بيراميدز كلنا عارفينه، وفي الخط الامامي عندهم طبعا جيرمان كانو ده مهاجم ارجنتيني هداف بطوله كوبا ليبرتادوريز، المهارات البرازيليه كمان في معاهم مهارات طبعا، برضه فريق هيكون صعب، ولكن انا شايف ان شاء الله النادي الاهلي لو في حالته ان شاء الله يعني نوصل للمباراه النهائيه طبعا نلعب بطل اوروبا السيتي. والله في ناس كتير معرفش ليه بتقول لك انا عندي امل ان ممكن يكون فعلا في النهائي الاهلي ومان سيتي، يعني المشهد ده يعني ممكن الناس تقول لك لا ما فيش اساس عشان تتكلم بالمنطق ده، في ناس تقول لك يعني بعيد شويه، بس انا بحس انه ممكن جدا، يعني يو نيفر نو، ما فيش توقعات في كره القدم، وفرص النادي الاهلي حتى وان كان زي ما انت بتقول الوضع متذبذب شويه فنيا، لكن انا بشوف ان ده دفع اكبر ان انا في
بطوله كبيره زي دي ان انا اعمل واركز وادي كل الفنيات اللي اقدر عليها سواء بقى على مستوى الجهاز الفني او اللعيبه. هل انت بتتفق مع الراي ده؟ ودي النقطه طبعا اللي انا متفق معاها. انا شايف النادي الاهلي فرصته كبيره جدا، خاصه النادي الاهلي دايما انا براهن عليه في البطولات الكبيره. يعني حتى لو الاهلي مش في احسن حاجه، حصل قبل كده على فكره الاهلي ما كانش بيبقى في احسن حاله، ولكن بيظهر بشكل جيد وبيبقى في تجمع مع اللعيبه وبيتكلموا مع بعض عشان يظهروا بشكل وصوره مختلفه. فانا شايف ان النادي الاهلي في البطوله دي هيبقى الدوافع مختلفه عن الدوري ودوري ابطال افريقيا، وان شاء الله يعني هيفرحونا ان شاء الله في لقاء اتحاد جده، وانا عندي امل ان هنلعب النهائي السنه دي ان شاء الله. روح الفانيلا الحمراء وروح البطل دايما بتحضر في المواقف العصيبه، دي حقيقة. وعبر تاريخ النادي الاهلي شفنا ده كذا مره قبل كده. طبعا كده برضو دي حقيقه، طبعا روح الاهلي مختلفه طبعا. نتمنى طبعا الروح ويبقى اللعيبه عندها اصرار وغل كروي زي ما احنا بنقول كده ويقاتلوا لاخر ثانيه، وان شاء الله انا متفائل يعني السنه دي طبعا رغم كل المؤشرات يعني غير جيده، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي في النهائي ان شاء الله. مؤشرات غير جيده دي على مستوى الاداء لا على مستوى الاداء يعني. يعني شوف اقول لك على حاجه، هو كولر اتكلم بصراحه في النقطه دي لما قال لك هو اتكلم في كذا نقطه محتاجين تركيز عليها ومحتاجين ان احنا نعدلها، كان منها طبعا اللمسات الاخيره، الدوافع، التركيز الغايب شايف بعض المباريات. فكويس ان انت كمدير فني لامس ده بشكل كبير وملاحظه، مش بس الجماهير هي اللي شايفاه. مش هقول دي حاجات جديده، لكن هي معانا ممكن من الموسم اللي فات، اتحسنت في بعض الاوقات، رجعت تاني برضو تظهر مؤخرا. لكن ممكن جدا يجي فعلا زي ما انت بتقول لو المؤشرات الفنيه مؤخرا ليست الافضل، واعتقد المباراه النهارده كمان والطريق طرق اللعب والمشهد اللي احنا هنشوفه التنافسيه اللي هتكون موجوده برضو هتبقى مؤشر على مستوى المنافسه طبعا مع النادي الاهلي في المباراه اللي بعد كده سواء اوكلاند سيتي او اتحاد جده. يعني حتى لو كانت المؤشرات اتحاد جده هو اللي هيفوز مع الاسماء المحترفه الكبيره اللي عندهم. طيب انا دلوقتي لو هتكلم ان المشهد حاليا بهذا الوضع ان انا في كاس العالم للانديه عامل كل التركيز بتاعي، الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي لم تكن الافضل، الفتره اللي بعد كاس العالم للانديه والبطولات اللي في متزامنه عندك السوبر كمان يوم 28، كل ده بيخلي التركيز احنا كجماهير تتشتت. لكن اكيد اللعيبه فاهمه ان كل بطوله لوحدها، بس ده برضو بياخدك شويه لفكره هو انا بستنزف اللاعب ولا اللاعب كده هو عارف يعني حجم البطولات وحجم المسؤوليه اللي عليه بما ان هو بينتمي للنادي الاهلي. الموسم اللي فات اتكلمنا في النقطه دي وللاسف اثرت وضيعت منك بطوله، فانت شايف ده برضو ممكن يكرر السنه دي؟ لا ان شاء الله لا، انا شايف ان لعيبه الاهلي يعني مقدره حجم المسؤوليه بشكل كبير جدا. طبعا احنا بنتكلم عن النادي الاهلي ومش في ازمه كبيره برضو، احنا بنشوف النادي الاهلي هي مشكلته الرئيسيه في اهدار الفرص. لو كان بيسجل الفرص دي اعتقد ما كناش هنتكلم على الاهلي بالشكل ده. صحيح. بيضيع فرص كتيره جدا وكان قادر يفوز على شباب بلوزداد ويانج افريقيانز حتى في الدوري قدام سموحه والجونه. لو كان سجل الاهداف دي كان يقدر يحسم الامور ويكسب. برضه خلي بالك الكلام اللي قالته هوند شفنا له انعكاسات في حاله اجهاد صريحه بين على اللعيب، والحقيقه ده لو ما كان لازم هيجهد. طبعا دي بسبب ضغط المباريات، طبعا كل 72 ساعه بيبقى لقاء، ولكن مستر كولر لازم يتعامل مع الروتيشن بشكل افضل من كده. السنه اللي فاتت كان بيعمله بشكل جيد، السنه دي انا حاسس ان هو بيعمله يعني بشكل مختلف. ممكن مثلا في ماتش يلعب 7 و8 ويغير لهم الماتش اللي بعده، فانا شايف دي بتاثر على مدى الانسجام والتفاهم بين اللاعبين. بس دي نقطه هنرجع ليها لان هي نقطه مهمه وانا هختلف فيك معها شويه. تمام، بس خلينا نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل حديثنا مع حضراتكم مع استاذ نادر عبد الناصر، خليكم معانا. نرجع بقى عشان نختلف. اجهز يا استاذ، اجهز يا استاذ. طيب انت كنت بتتكلم في نقطه قبل الفاصل وكنا بنتكلم يعني ان الدوافع وغيره والمدير الفني، وانا هختلف شويه لان انا بشوف برضو في الاول وفي الاخر ان المدير الفني مش هو اللي بيبقى عليه العبء او مشكله التذبذب في المستوى. معرفش انت يعني وجهه نظرك ايه يعني نادر، بس لما انا اكون عامل كل اللي عليا وفي التدريب انت مقدم لي كل اللي انت اللي انا محتاجه منك وتيجي بعد كده يحصل تذبذب في الملعب، فدي مش غلطتي انا بتهيألي انا كمدير فني. بس انا شايف يعني وجهه نظري بيبقى الجزء الرئيسي على المدرب. يعني مثلا لما نيجي مثلا هو كمان واضح الاختلاف لا يفسد في الود قضيه. يعني مثلا لما نيجي مثلا نشوف على مدار 90 دقيقه بيبقى عنده عند شويه في حته التبديلات، في ماتشات ما بتبقاش محتاجه تبديل مثلا يتاخر في التبديلات ينزل مثلا في الدقيقه 75 و80. طب نادر انا حته الجمل التكتيكيه هروح معاك بس النقطه، هروح معاك لنقطه اتفضلي.
احنا لما كان موسيماني عامل سكواد ثابت ما بيغيروش وبعد كده فزنا بيه كذا بطوله، وبعدين جه يا كريم بعد كده حصل اصابات وحصل غيابات، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول احنا عندنا ازمه كبيره لان انت مش مجهز سكواد تاني، صح ولا غلط؟ صح. طيب جه كولر بعد كده، وكنت الناس الموسم اللي فات بتشكر في فكره ان هو بيعمل روتيشن وبيعدلك بدل السكواد اتنين. جه بعد كده لما فوزنا ما كانش فيه مشكله، لما ابتدى يظهر بعض المشاكل من تغييرات وسكواد معين اعتمد عليه شويه، الناس ابتدت تعترض. طب يا جماعه، هو انتوا عايزين سكواد ثابت وبعد كده يصاب وما لاقيش نفس المستوى الفني، ولا لما يبقى فيه راجل جاي بيعمل سكواد واثنين بنفس المستوى؟ ما هو لازم عشان يعمل ده يعمل روتيشن، لازم ينزل لعيبه مختلفه، لازم يغير بالسبعه وبالثمانيه بالمناسبه. ف يعني معلش، هو ايه السيناريو اللي يرضي او المرضي للجماهير؟ لا، هو الصح طبعا الروتيشن عشان يبقى كله جاهز، خاصه كويس. كمان في ظل ضغط المباريات، الاجنده طبعا فيها مباريات كتيره جدا، فبيبقى روتيشن افضل. ولكن انا شايفه السنه دي يعني ما بيعملوش بشكل امثل عكس طبعا السنه اللي فاتت. يعني انت بتتكلم في التطبيق هو اللي يعني مثلا في لقاء في الدوري، لقاء الجونه لاعب غير تسعه، طبعا ده يعتبر غير فريق كامل، فدي اثر على الانسجام والترابط في الخطوط. اما طبعا لما تيجي تشوف في مباريات معينه الجمل التكتيكيه، بس هو اكيد ليه رؤيه معينه يعني بناء على طبعا هو اللي عايش مع اللعيبه، فكر ما موجود في دماغه عمل اللي احنا بنتكلم عليه ده. طبعا هو اللي عايش مع اللعيبه وعارف طبعا حاله كل لاعب. حته الجمل التكتيكيه السنه اللي فاتت كان بيعملها بشكل افضل، كنا بنشوف جبهات على اليمين وعلى الشمال، فالسنه دي برده مفيش الجمل بشكل كبير جدا. اعتقد بشوف النادي الاهلي بيلعب كرات طوليه بشكل كبير الفتره الاخيره، خاصه في لقاءات الدوري، فانا شايف النادي الاهلي يعني يلعب كورته ويفرض شخصيته واسلوبه اللي هو الاستحواذ والبناء من الخلف. ده اعتقد النادي الاهلي قادر على يعني الظهور بشكل جيد لو رجع للاسلوب ده، يعني ما يعتمدش على الطويل بشكل كبير. او غير كولر هيعملوا ايه في فرص مهدره من عينه مثلا شوطه معينه لحسين الشحات المفروض تدخل جول وما دخلتش، من يعني وفي على شكلتها كذا كذا مثال ممكن يعني نضربه لل هو بصراحه بالنسبه لجزئيه اهدار الفرص دي بترجع للاعب. اعتقد يعني كولر بيوصلك للمرمى ولكن اللعيبه بتهدر بشكل كبير، فلازم اللعيبه يبقى عندها ثقه اكثر من كده في النفس، يبقوا هاديين ومركزين. يعني اعتقد الارهاق الذهني ممكن يكون مؤثر على حته التركيز واتخاذ القرار الخاطئ في الثلث الهجوم، فلازم لعيبه النادي الاهلي تبقى مركزه وهاديه قدام المرمى، وان شاء الله يعني الاهداف تيجي طبعا ان شاء الله. طيب خلينا بقى ننتقل معاك شويه برضو يعني موضوع اعم شويه، وهي فكره هنا كمنظومه كرويه ومستقبل المنتخبات المختلفه. ولسه كنا بنتكلم دلوقتي على جوائز الكاف وان المغرب في منطقه تانية تماما وعمل شغل وعمل تطوير اتى ثماره حتى لو بعد سنين طويله، بس ده شيء رائع جدا. برضو جائزه افضل نادي والنادي الاهلي ان هو يفوز بها بعد غياب 10 سنوات برضو امر جيد جدا. ففي اجزاء ايجابيه، ولكن على مستوى المنتخب لسه ما فيش الايجابيه اللي احنا بنشوفها مع الانديه وتحديدا النادي الاهلي. امتى ممكن ونجد نظرك برضو نادر وانت متابع الملف ده، انا عارفه يكون في اختلاف مع المنتخب بشكل بقى ملموس، مش فكره ان انا بلعب ماتشين ثلاثه اربعه بقول ما انا حققت اللي مطلوب مني، ما انا ما لعبتش كويس بس حققت ثلاث نقاط، ما انا تاهلت، اللي هو احنا ماشيين بنلزق كده او يعني فاهم اللي هو ايه، بنلصم كده في المنتخب وبنقول الحمد لله ان احنا بنوصل كل مره للتصنيف ده. فخليني يعني اروح معاك، امتى ممكن يحصل اختلاف فعلا زي ما حصل مع المغرب وبالمناسبه الجزائر في طريقها وتونس في طريقها لده؟ يعني انا اعتقد مشكله المنتخب المصري يعني المنظومه هنا ما فيش بلان او مشروع معمول زي مثلا المغرب في اكاديميه الملك محمد السادس، دي بتطلع لعيبه بشكل جيد ودي اللي ساعدت المنتخب المغربي حتى لو بعد فتره كبيره جدا. طبعا اي مشروع بيبقى محتاج وقت عشان تجني ثماره بعد كده، ده اللي شفناه مع المنتخب المغربي وقدم اداء كبير جدا في كاس العالم. كذلك طبعا المنتخب الجزائري في فتره من الفترات حط بلان، اعتقد المنتخب المصري لازم يشتغل ويعمل بلان بشكل كبير جدا. الفتره الاخيره طبعا بدانا يعني نظهر، وصلنا 2 نهائي في أمم أفريقيا الأخيرة، أعتقد السنة دي طبعا في كوتيفوار أنا شايف طبعا مع مستر لوي فيتوريا ممكن إن شاء الله نوصل لأدوار متقدمة، ولما لا نوصل للمباراة النهائية وناخد البطولة. أعتقد يعني الفترة الأخيرة المنتخب يعني شغال بشكل كويس مع مستر لوي فيتوريا، فأنا شايف النقطة الرئيسية يعني كان المفروض يبقى فيه بلان، وأعتقد مع مستر لوي فيتوريا حتى لا قدر الله لو خسرنا أمم أفريقيا مستر لوي فيتوريا يكمل المشروع إن شاء الله. ده في الفترة الأخيرة، قبل الفترة الأخيرة بقى اللي أنت بتتكلم عنها في سنين طويلة بندور فيها على المنتخب ليه؟ هي دي بقى المشكله، ان اصلا الدوري المصري بالنسبه لي ضعيف جدا، ما فيش منافسه كبيره جدا، دوري ما بيعرفش يطلع لعيبه للمنتخب بشكل كبير، كنا بنعتمد على محمد صلاح بس طبعا، ده بيبقى نقطه سلبيه جدا. منتخب مصر يعتمد على لاعب، اعتقد دي امر غير جيد، فلازم طبعا كان يبقى فيه سكواد بشكل جيد. المنتخب المصري طبعا كان بعيد بسبب انا بكلمك على قرب 12 سنه
13 دي حقيقة. 13 يعني فاهم ازاي؟ فبنتكلم في 13 سنة دي ما ينفعش. طبعا حاجة صعبة جدا، ولكن بسبب البلان ما كانش بيبقى فيه بلان، ممكن كنت تجيب مدرب فترة ويمشي، ما كانش بيبقى فيه استقرار فني بشكل كبير جدا، كمان القوام بتاع اللعيبة كان بيبقى غير متناسق مع بعض. ولكن أنا شايف الفترة الأخيرة نتمنى طبعا يعني إحنا في الطريق الصحيح، أنا شايف كده يعني وجهة نظري. مع روي فيتوريا يعني إحنا كده ماشيين شوية في طريق الإصلاح عايز تقول. والله بص، هو المشكلة مش في المدير الفني ان هو ما بيبقاش على قدر. على فكرة انت جربت مديرين فنيين اسماء كتيرة جدا نجحت مع منتخبات تانية بالمناسبة اكتر ما نجحت معاك، لكن ده بيخليك تأكد او الفكرة تتأكد ان مشكلة مش في الاختيار على قد ما المشكلة في المنتاليتي، المنظومة، في حاجة يعني في حاجة هي عارف يا كريم اللي زي تخليك محلك سر، مش قصة ان انا مش عارف اختار بدليل ان انا بقاء الوضع التعيس ده على ما هو عليه في مصلحة جهات او افراد او للأسف دي للاسف طبعا المنظومه الرياضيه عندنا يعني طبعا يعني ما بتعملش لصالح المنتخب ولا للدوري، بيبقاش في بلان بشكل واضح. فطبعا نتمنى المسؤولين يعني ووزير الشباب والرياضه يبقى فيه يعني بلان اكتر من كده. هو الملامح ده ابتدت دلوقتي مع فكره تغيير يعني الدوري، دلوقتي دوري النيل مش طبعا في الاسم فقط اختلف، واختلف منظومه كامله، مع بلس كمان ان انت دلوقتي بتتكلم في التحكيم، بتبتدي تهتم بالملاعب، بتبتدي تهتم بامور مختلفه عدة قاعدة الناشئين اللي لسه ما شفناش بصراحة تغيير قوي فيها يعني، بس يعني محطوطة كانت على الخطة، منتخب الأولمبي والمنتخب الشباب يعني أعتقد يعني في بلان اتحطت بس لسه الثمار بتاعتها يعني لم تؤتي لسه. دي فعلا دي حقيقة، في تطوير في كذا ملف الفترة الأخيرة، كمان الرابطة عاملة شغل جيد في الدوري، الدوري كمان يعني ظهور أندية زي البنك وسيراميكا وبيراميدز وفيوتشر وزد، ده هيدي قوة أكتر للدوري. فأنا أعتقد الفترة الأخيرة طبعا هيبقى فيه تحسن، وزي ما قلت لحضرتك يعني البلان ممكن بيحتاج لوقت عشان يجلس ماره. المهم نمشي يعني الحمد لله. الوقت يسرقنا برضو، عايزين نعرف لو ليك أي تحفظات على جوائز الكاف اللي تم إعلانها امبارح، استحقاق من عدم، وشفت الجوائز دي ازاي؟ أنا شايف كل الجوائز بصراحة يعني منطقية. فيكتور أوسيمين يستحق أفضل لاعب خارج القارة، قدم بطولة مميزة جدا مع نابولي وخد الدوري وهداف الكلياتشو، كمان كان هداف التصفيات مع المنتخب النيجيري. طبعا حارس المرمى ياسين بونو برضه يستحق، مع كامل الاحترام لمحمد الشناوي طبعا ما يقللش من قيمته، ولكن ياسين بونو خد اليوروبا ليج مع إشبيلية، طبعا شفناه مع المنتخب المغربي وصل لقبل نهائي كأس العالم. أعتقد التفصيلة دي هي اللي ادت له أفضلية. طبعا دي نقطة رئيسية. وبالنسبة طبعا لأفضل لاعب داخل القارة بيرسي تاو، أعتقد يستحق بيرسي تاو، وقدم موسم مميز مع النادي الأهلي، حتى مع منتخب جنوب أفريقيا قدم أداء جيد، وكان ليه إسهامات تهديفية مع النادي الأهلي 10 إسهامات تهديفية، ده الرقم ده ما اتحققش من أيام محمد أبو تريكة في 2006. فأعتقد يعني كانت كلها جوائز مستحقة للاعبين اللي خدوها يعني. نادر نورتنا بجد كالعاده يعني، نشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا ليك. انا اسعد والله يا استاذ نواند، ودايما بكون سعيد وانا موجود في قناه الاهلي وموجود مع حضرتك ومع الاستاذ كريم طبعا. نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نلتقي على خير قريب باذن الله. شكرا لوجودك معانا، وشكرا لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.